ألف سؤال وسؤال يتبادر إلى الأذهان عن أصل فكرة أن يتحول المنزل الكبير للعائلة إلى مركز ثقافي لا يكاد يخلو من الزوار والأنشطة. تجربة فريدة انطلقت منذ 10 سنوات، عنوانها برج القلال، لؤلؤة ثقافية في جنان صفاقس. تمتلئ ما تعرف بغابة صفاقس التي يصل شعاعها إلى 12 كيلومتراً عن سور المدينة العتيقة بعدد من المنازل القديمة التي تأخذ شكلاً متجانساً في أغلبها، وهي تتفق في انفتاحها على الداخل وارتفاع منافذها وتوفر نمط عيش مريح بين جنباتها. أطلق عليها أهلها اسم البرج، وما الجرة في الباء إلا بصمة اللهجة الصفاقسية في كلمة البرج. فالمنزل في ارتفاعه وتحصيناته يشبه الأبراج العسكرية، إلا أن داخله يعج بالحياة التي يتقنها ساكنوه في استغلالهم لخيرات الأرض وتعاملهم مع صروف الدهر وظروفه، قست أو لانت. الخصوصية المعمارية دي ما كانوا البرج معمول على الأول كما قلت لك كيف كان جوست للخزن، كانوا ثم ديكاب ثم حويج هكايا، ومن بعد كشي ولاو الوسط الدار للعائلة كي تتلمد، البيوت النوم والبيت السهرة اللي هي معروفة ياسر في كل برج. تدخل في القبلة متاعو تلقى على اليمين بيت السهرة وعلى اليسار الحوش متاع الحيوانات. الحيوانات يعطيهم بقعة هامة كبيرة، والخصوصية الخاصية متاعهم هذا براج. ولاو من بعد كشي ولاو الصفاقسية يصيفوا في الأبراج متاعهم باش يبقوا باردين، السيسان عراض باش يدخلوا باش يحطوا يدخلوا شوية برود في الصيف. برج العش، برج السلامي، برج القلال، هكذا انتشرت العائلات الكبرى وتوسعت في غابة صفاقس بحثا عن نسيم عليل ونوم هادئ ومنتجعا صيفيا خارج أسوار المدينة وأسواقها وأزقتها. نمط حياتي جديد سجل ظهوره مع بداية القرن 18، وإلى ذلك العهد يعود برج القلال، أو بالأحرى أغلب أركانه وجدرانه، حين ابتاعه الشيخ القلال بجنانه الغناء وأشجاره المثمرة لوزا وزيتونا وعنبا، وعمره بأسرة تيسر لها العلم والثقافة وروح المشاركة، فجعلوا لحياتهم محطات للحفاوة والمآدب، سواء في ختمة قرآنية أو احتفاء بمولود جديد، وأحيانا فقط لمتعة السمر مع العائلات المتصاهرة وتبادل الزيارات. ففي البرج دائما متسع لحفل وضيوف. الوالد الله يرحمه قلت لك أنا متطور، كان يجمع هوني وخاصة في رمضان ثم بمناسبات وغير مناسبات يجمع أهل المنطقة، لأن قبل الناس ما عندها وين تمشي، دونك كان يوجد مناسبات ويستدعي فيها بودية ويستدعي فيها محمد علولو ويستدعي فيها محمد يعني الفنانين الكبار وعلي شلغم ويعمل ليالي الناس الكل تجي حتى مشاحية ملعين ومشاحية، وفي رمضان معناها 30 ليلة معناها حلقة متاع قرآن، ثم شيخ جامع يعطي درس في الأخلاق، ثم يصلي التراويح، ثم يجاذبوا معناها أطراف الحديث المستجدات، وخاصة كان وقت الحرب العالمية ودخل الألمان الهوني، ويعني كانت حركة كبيرة، فهمتي، نشاط ثقافي. وكان في الوقت هذاك، وهذا يلزم الإنسان يذكره، أنه كان بما أنه كان تاجر في السيد كان أحبابه معناها فرنسيس طليان مالطية يهود، يعني كانت عنده علاقات كبيرة وكلمهم باللغات متاع أحمل كل. ثالوث العلم والثقافة والانفتاح على الآخر سمعة وشهرة، ورثها عبد السلام القلال حبا وكرامة عن جده وأبيه
مع البرج. التفت يوما حوله فرأى ما آلت إليه الأبراج بعد تغير نمط الحياة وتقسيم الجنان إلى مقاسم وفيلات، وولد السؤال الأول: كيف له أن يحافظ على البرج كرمز وأصل وتراث عائلي وجهوي؟ وليس أفضل من الثقافة لطرق باب الخلود، والثقافة جزء من تاريخه. مصطفى الفارسي أديب وروائي ذا قيمة كبيرة. فرد عمرنا أنا وياه كنا نكتب بعض الروايات مع بعضنا ثم نمثلوها في الهم في وسط الدار، فهمني، ويجيوا الجيران ويتفرجوا. بحيث البرج هذا عنده علاقة كبيرة بالثقافة، ومن هذا المنطلق فهمني حبي للثقافة. قلت أن يلزم نواصل المسار على طريق البرج، وفتحت البرج، واليوم نحتفل بعشر سنوات. وكانت معناها كيف يقولوها يعني قصة نجاح ممتازة. كيف حليته فتحته كفضاء ثقافي، برشا ناس في صفاقس قالوا سي عبد السلام قلال مهبول. كيفاش ثروة كما هذه يفتحها للعموم ويجعل منها مشروع ثقافي؟ لكن أنا فرحان ياسر، وهذيك أمنية حقيقة. كان ذلك يوم 15 جوان 2008، وبين دهشة وحيرة الكثيرين وفرحة آخرين، كان عبد السلام القلال يتحدث بنخوة عن هديته الثمينة وسعادته بأن يرد الجميل للمجموعة التي نشأ فيها. ونحن شنية الدنيا هي هدية، يلزم الإنسان يعيش شوية لنفسه ويعيش برشا للآخرين. لازم الإنسان يفكر في المجتمع اللي يعيش فيه. أنا تربيت في أقل ما يكون أنه اليوم وقت نفتح فضاء ثقافي كما هذا للشباب متاعه نكون رجعت شوية من الشيء اللي تحصلت عليه في المنطقة هذه. هكا ولا لي؟ كل ما وقع من نشاطات، سواء معناها منتديات أدبية، وجاءوا معناها يعني كفاءات كبيرة مثل سي مصطفى الفيلالي تتكلم هوني في البرج على تونس الحداثة، وجاء عياض بن عاشور يتكلم على شو اسمه مقاصد الشريعة الإسلامية. وين حضرت فيهم هذوما شيء اللي خلاني فريمون يعني نحس بنخوة ونشوة كبيرة، كيف نشوف هذيك مجموعة الأساتذة والمعلمين والمثقفين ورجال الفكر اللي ملاو البرج باش يفتحوا نقاش مع سي مصطفى الفيلالي ومع عياض بن عاشور حول الدين والمقاصد. يعني حاجة حلوة برشا. أنا هذه خليني نشعر برشا اعتزاز وبرشا نخوة. وصار برج الأجداد فضاء ثقافيا مفتوحا لكل مشروع ثقافي جميل الشكل والثري المضمون وعميق النظرة. وورد السؤال الثاني: لمن ستكون أمانة الإشراف على الفضاء بما يلائم الهدف الذي خطط له؟ فعلا البرج أربع حيوط وقاع، يلزم شكون ينشطوا شكون يحركوا. يعني قعدت نفكر مدة زمنية والله سنوات نلوج على شكون يقف على البرج وينشطوا من ناحية ثقافية، حتى شاءت الصدف أن تجي عايدة الزحاف اللي هي بيدها تفركس على برج. أنا من الناس اللي من قبل، يعني من نقول لك 10 سنين قبل، من الناس اللي نحامي برشا على الأبراج
ونتغشش كي نلقى برج مكسر ولا ناس تكسر في أبراجها، يعني من قبل ما يكون عندنا برج القلال، وهو سبب وجود الجمعية تحبها الفنون التشكيلية على معناها قائمة على برج القلال، هي العلاقة علاقة الحب بيني وبين الأبراج بصفة عامة. أنا نقول المناضلة، مناضلة الثقافة الله يرحم والديها، معناها حقيقة قامت هي والمجموعة متاعها، مجموعة من نساء خارقين للعادة اللي هما قاموا بدور كبير ياسر في الميدان الثقافي، ومعناها وعطاه دفعة كبير، ثم أنه جدوا في المفهوم الثقافة، لأن الثقافة يلزمها تنفتح على الميدان الاقتصادي والاجتماعي، وهذا هو ما عملوا في مشاريع كبيرة. عشر سنوات تسهر جمعية أحباء الفنون التشكيلية على تأثيث فضاء برج القلال بالأنشطة الثقافية، معارض ورشات ومحاضرات، لقاءات فنية وأدبية وتظاهرات تراثية، وفي كل نشاط تعانق كل غرفة من غرف البرج فكرا أو فنا، وتلتقي فيها طاقات وطموحات وألوان. ملتقيات عديدة في اختصاصات عديدة، جبنا فيها فنانين من تونس ومن الخارج، تبادل تجارب كبيرة، هذه حاجة معناها نجم نقول لك في صفاقس اختصينا بها احنا. كذلك التراث، خدمنا برشا على التراث، فن وتراث، وإلا تراث برك، مثلا الأكلة الشعبية، مثلا جينا عملنا نهار العولة، والصغار والكبار والكل جاوا، اللي عمرهم لا شافوا كيفاش تصير عولة الكسكسي، البرج كامل كان نهار عولة في برج كيف ما تقول عليه كيما كان قبل. جينا للصغار مثلا في ورشات علمناهم كيفاش يعملوا البقلاوة، كيفاش يعملوا الملبس، كيفاش يعصروا الزيت. يعني التراث عنده الغير المادي خاصة عنده قيمة كبيرة، وكل ذلك يمتزج بنكهة من ذكريات ما تزال تنبض بالحياة يمر بها الفنان وضيوفه وزوار من كل أصقاع الدنيا، ولما نصل لهم من جرعة من تاريخ المكان وتفحص الصور والأدوات ومصافحة خصوصية المعمار في الشبابيك والأرضية وأركان بيت كبير لكل شيء فيه وظيفة وهدف محدد مسبقا. فهذه غرفة السهرة الرجالية وهي أقرب للباب الخارجي، تحولت إلى الوظيفة الإدارية وتشرف على ما تبقى من الجنان الذي أصبح ركحا صيفيا بامتياز وفضاء خارجيا للعرض، وهو دور يتخلى عنه للحوش في بقية فصول العام، وتنفتح على الحوش غرف ثلاث عدا الباب الذي يؤدي إلى المطبخ، والحوش بهذه الصورة مسرح المناسبات الكبرى التي تحسن نسوة البرج الإعداد لها. وعلى الشاكلة نفسها يوشح الحوش بالثقافة والفن، وهذا شكله في حلة مهرجان الزلوز في دورة أولى تأسيسية تتوق بدورها إلى تأثيث برج القلال وصيانة ذاكرة الأجيال. أليس ذلك ما يقرأه كل زائر للبرج وهو يمر بغرفة نوم الحاج القلال والد سي عبد السلام، وهي الغرفة التي تحتل صدارة المنزل في مواجهة باب الحوش وتفتح على القبلة، وعلى جانبيها غرف الأبناء الكبير فالأصغر فالأصغر، ثمانية غرف نصفها ينفتح على الوسطية وهي المصافحة الأولى لغرف النوم، ومنها يمكن الولوج إلى المطبخ أو سطح البرج، كما يحتوي هذا الجزء من البرج على المصدر الرئيسي لماء الشرب الماجل، وهو شكل من أشكال حسن التصرف في مياه الأمطار في منطقة حتى فلاحتها في غالبها بعلية انسجاما مع طبيعة مناخها. قوس تراثي حضاري من الأقواس العديدة التي فتحها الساكنون الجدد للبرج خلال العشر سنوات الماضية، ولعل أبرزها ما كان في شكل صيحة فزع عنوانها أنقذ الأبراج SOS برج، أنقذ أسلوبا حياتيا فريدا ومعمارا وحضارة مزجت بين نمطين، النمط المدني والطابع الريفي، وما زالت بصمته في حياة صفاقس إلى اليوم.
حاولنا ننقذوا الأبراج المهدة، كوننا جمعية ونتمنى أن هي معناتها تشمل كامل الجمهورية، جمعية معناها أصحاب المباني القديمة باش الناس تحافظ على المباني هذه وتنقذها. احنا كيف حاولنا نهتموا بالأبراج والله برشا أبراج اللي كانوا مواليهم مش يهدموهم ورجعوا لهم، رجع لهم شهد العقل ورموهم من جديد ورموهم من جديد، وتوق كوننا جمعية أخرى، جمعية المباني القديمة اللي هي نحاولوا منها، هي نجموش نستغلوهم هالأبراج للميزون دوت للريستورانات الحاجات هكا. SOS برج تظاهرة منذ دورتها الأولى اتضح سبيلها، لما لا تكون الأبراج المتبقية على ذمة العائلات متروكة مهملة على شكلة برج القلال، متحفا حيا متفاعلا مبدعا. التظاهرة سلطت الأضواء على أبراج أخرى وطالت حتى المباني التاريخية المميزة للجهة، وحركت البادرة أفكارا كانت كامنة وبحوثا كانت في الرفوف نائمة. التجربة هذه الفريدة في صفاقس على الإنسان يخلي مقر متاعه لفايدة العمل الثقافي للجميع، وفوق الكل دائما يراعيه، دائما يرممه، دائما يدفع الفلوس باش يصلح، باش يزيد، باش يبني. معنى ذلك هذه تجربة خارقة العادة، يزم تكون مثال، يزم نتبعوها، وما يزمش يكون عندنا في صفاقس برج القلال برك، يزم تكون عندنا برشا كيف برج القلال، ويزم تكون في تونس هالعمل هذايا. كيف نعطي نظرة لأوروبا، شنو اللي موجود في أوروبا؟ أعتقد أن النبوخ والإنتاج والإبداع راهو نابع من الأوضاع اللي كيف ما هذه، المقرات اللي كيف هذه، البروج كيف هذه. ربما في أوروبا ما بقاتش تنسب لفرد، أنا أتلقاها متاع عائلة كاملة ولا متاع حاكم مرجعة الحكم، أما تجربة كون شخص واحد هذه معناها أنا نعتبرها لابد مش نخليها في عينينا ولازم باش تحتذى. وزار البرج رجال فكر وفن وسياسة ووزراء ثقافة وسفراء من الشرق والغرب. من الفنانين سيفوزي شكيلي، درصا الحمداني، سلمى بكار، هذم اللي هكا نتذكرهم. من سي مصطفى الفيلالي، سي عياض بن عاشور جا قدم وقتها محاضرة، شكون آخر والله نتفكر، الأمباسادور متاع لونيون أوروبيان جات في نهار تراث على عولة الشعير، جات قالت لي هذا يوم عمري لن ننساه ومش يكون مرسوم على جبيني كامل حياتي. تلك هي قصة البرج، ما ذكر منها قليل من صفحاتها الشيقة، هي قصة نجاح برج القلال في أن يكون منارة ولؤلؤة ثقافية تفخر بها الجهة في كل فصول العام.